أهلا بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. مدرسون في مدينة هجين بريف دير الزور الشرقي يعلنون في بيان إعادة العمل وفتح المدارس بعد 10 أيام من الإضراب. فريق منسقو استجابة سوريا يوثق 324 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار في شمال غرب سوريا من قبل قوات نظام والطيران الروسي خلال شهر شباط الماضي. وزير التربية في حكومة نظام الأسد دارم طباع يعلن عن بدء ملاحقة المدرسين قضائيا لمن يقوم بإعطاء دروس خاصة في منزله. القوات الروسية العاملة في سوريا تمنح شركة أرفاد المعاقبة أمريكيا عقدا باستثمار حقلي التيم والوردة النفطيين شرق دير الزور لمدة 5 سنوات بحسب صحيفة الشرق الأوسط. هيئة الإغاثة الإنسانية التركية إيهاها تقدم 300 منزل للأسر النازحة في منطقة عزاز شمال سوريا يقطنها 1300 نازح سوري. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعلن عن بدء مرحلة عودة الحياة إلى طبيعتها في البلاد ورفع حظر التجوال نهاية الأسبوع في الولايات التي مستوى خطر كورونا فيها منخفض ومتوسط.